ثلاثي مين احنا واقفين عند بابا واسمع وامي طلع لي الدم جايه معصبه اشنو كاين اش واقع ما واقع والو راه الكولون ديالك خبط في البيبان امي اي شركه دزت عليها كنمشي عندهم اي فوا كنحلفهم امي بحال ما هكا تيقولوا لي سيري شنعيطوا لك ما كايناش خدمه ما كايناش هادي انا نهضر معاهم نجبد غنحلف امي يبداو يقولوا لي صافي سيري شنعيطوا لك سيري شنعيطوا لك ما لقيت حتى شي خدمه امي باينه ما غاديش نخدم وهما مالهم باغيين يخدموا بفمك ويشوفوا داكشي اللي عندك انتي والدبلومات اللي عندك ما يشوفوش فمك سيري سيري قالك امي راه فمو اهم حاجه وانا شوفي فمك كيداير ها شوفي استني مخزين حتى واحد ما كيحملني وفمي خانز الدرب كله كيتنمر عليا شوفي بنيتي هذا الموضوع ما يعقدكش عيشي حياتك وكوني بخير كوني واثقه من نفسك شوفي بنيتي ما تبقاش ديري بالك مع فمك مال فمك دابا انت امي شمي فمي خانز ياك انا حاسه بك ما كتبغيش تبيني لا لا ما خانش لا لا والله انت فمي خانز وحق الله نشوفي شوفي سناني حتى واحد ما بغاني اللي كنمشي عنده تيقول لي اللي كنمشي عنده كيدير لي فو بحال ما كان اللي كنوقف نهضر معاك يبقى داير لي فو بحال ما هكا ولكن بنيتي تسديها في راسك شويه وشوفي شي حاجه اللي وصفات اللي كيديروا الدريات امي انت كتشوفي كلشي قدام عينيك ما خليتش ما درت ما خليت طحين ما خليت فاخر ما خليت اللي كيقولوا لي كاع السنه انا دير الدنيا ودينا امي شريتها وانت شي حاجه ما جابتنا نتيجه ايوا هادشي اللي عطى الله بنيتي سي درتي جهدك ماشي شي وحده اللي باكه ميكا على فمها ولكن غالب الله شوفي بنيتي ما تديها في دابا خدمي دابا خدمي علاش امي انا ما نجي بحالي بحال كاع البنات علاش امي علاش كيطرى لي حتى انا بحال ماك علاش انا اللي مولدتيني سناني بيضين زوينين بحال الجوهر ولكن انا بنيتي انا كنت كنصنع فيك وراه خلقت الله هادشي اللي عطى الله الغالب الله ما عندي كي غندير لك بنيتي ياك امي صافي دابا انا مكتوب عليا بحال ماكا وتا شي تا شي خدمه ما بغات تخدمني تا شي راجل ما بغى ياخذني تا شي حاجه ما بغات امي تقاد لي ولا تصايب لي بسبب السنان انا وهاد الفم هاد الخف من الخانز زينك زينه والف واحد يتمنك راه ما عارفاش الزين اللي عندك راه ديال اللي كيقولوا العكر والخنونه العكر والفم خانز والسنان مخزين السنان مخزين ولكن بنيتي شي شهر باش ما يبقاش فيك الحال انا شفت واحد الوصفه في التليفون قهرتيني امي قهرتيني قهرتيني وتقهرت كل نهار وصفه ما خليتي ما طليتي لي في هاد الفم وامي راه خاصني مع هادشي 6 ولا 7 مليون باش نصايب هاد الفم ولا حتى 10 كاع باش يلاه يتصايب ليا في امي نهار اللي نكونوا لاباس وتخدمي ايوا ماشي حمار تان وليو لاباس ومام كامل انت ما تعطينيش راه عندك الفلوس حسين عندي الفلوس انا كنتسنى فيك تخدمي ولا وليتي دابا جيت نقول لك فمك وليتي تقولي لي حاجه جبدي نصايب عرفتي الفم بشحال بشحال ورا ما عادش 10 المليون انا عارفه امي ما عندي زهر قال تحتاب حتى راجل ما بغاني حتى خدمه ما بغاو يخدموني حتى شي حاجه امي بقيت بحال ما بقيت خلا بديت ندير ندخل نبدل شويه الجو انا ما بقاش معصبه في البيت بنيتي ولكن الغالب الله ما بقيت نجي تاتي راك هذاك الفم راه ما فما والو في الحقيقه ما قدش تخسرك نعيشها واحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا قولي لي يا امي قولي لي ام حسن هادي ولا تجي نوريك الخضره اللون الاخضر المفضل ولا هادي انت اللي حسن انا عارفك امي كديري لي خاطري قولي لي امتى جاي شكون هو هو شكون هو اللي جاي ولد عمتي اه امتى جاي جاي السيمانه الجايه وغيجي عندنا غيجي عندنا ان شاء الله خاصني نوجد راسي خاصنا نوجدو الدار خاصني نقاد حالتي نقول لك واحد الكلمه بنيتي اللي باغيك راه باغيك واخا تكوني عرجه واخا تكوني عوجه الحب في القلب
هاد الهضره على الوالده ديالي مشات معاك انتي ومع الوالد ديالي ومع جدودنا الله يرحمهم. اما دابا الا ما كنتيش زوينه وتيتيزا كما كيقول قاقة والله لا دافك خاصك تكوني بومبا. واش فهمتيني الوالده؟ يلا سيري سيري بنتي صافي سيري. شنقول لك قهرتك ريحه فمي؟ لا 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 بالعكس انا عارفك امي ما كتبغيش بينا. انا عارفه فمي خانز وقارك مصبح وانت كتحكي فني في كمي. قولي لي سيري وصافي. ما عرفني الحساسيه. لا فك الحساسيه امي ما كنتش كنعرفك امي. ايوا انا مشيت الدنيا حلوه واحلى سنين بنعيش. مالك غنعاود لك واحد لبلان واحد لبلان شهوه منه. قولي اختي انا كنفهم. ولد عمتي جاي ترارا مبروك عليك ترارا. عرفتي شنو فراسك بلي هاد ولد عمتي من الصغر وانا كنبغيه. عرفتي كنموت عليه كنحماق عليه. بالنسبه ليا هو داك الملك المنقذ هو اللي غينقذني من هادشي كامل. واخا انا كنمشي ما لقيت لا خدمه لا حتى شي حاجه ولكن انا عارفه يتزوج بيا ويديني لاوروبا. ويا الصراحه صافي دغيا سخيتي بينا وبغات تزوجي تمشي لاوروبا. مريا ديال الصحبه اختي. وقال انت حماقيتي ما بغيتيني نبقى جالسه حداك هنايا لا شغل لا مشغل لا خدمه لا خدمه. بيني وبينك تسالي خويا ديالي الله يسهل عليك. ما تنسينيش نمشيتي. ولكن اشنو بلاتي بلاتي ما كنسحب لك قطعه الواد ونشفو رجليا زعما كاين غيبغيني بهاد الحاله. هادي اسمع هادشي نقدروا الله. والله يهديك الله يهديك. انا عارفه ماشي عادي صاحبتي. انا عارفه ماشي عادي. ما تبقيش تقولي لي عادي. كيفاش غندير دابا انا فمي؟ كنفكر الا لقيت شي حل نلقاو البوبي شي حاجه كتبيض السنان فهمتي شي حاجه بحال ما هكا اللي فاش يجي نضربو على الشعه. اسمع هاد راه زواج. مش عارفه شنو هو زواج. راه غيبقى يشوفك في الصباح وفي الليل ويصبح عليك ويمسى عليك. شحال قدك اش بقيتي كدبي عليه؟ لا هي ماشي شي كذب ماشي كذبه هي غير كذبه بغيضه صغيره. علاش؟ غير باش نقد انا الموقف. راكي عارفه الحب وداك الشيء ضروري خصك تغامري وديري تضحيات. والتضحيه اللي غادي ندير هي انه هي زعما ماشي غادي نقاول به ماشي شي تقاولي باش تقاولي به. هي غير كذبه بيضه. واش فهمتي انا صاحبتي؟ اسماء ثقي في راسك ما تخليتيش حاجه تاثر عليك. ما تكونيش ضعيفه. دابا راه ماشي مشكل السوسه ولا مشكل هادشي اللي فمك هاد الخز اللي فمك. سمحي لي على هاد الكلمه. دابا المشكله في الريحه. اسمع وا صافي الريحه. انا عارفه كتبغي تبعدي مني على قبل الريحه. سمحي لي الريحه غناكل مسكه وصافي. شحال اختي غير قدك ديال المساكي اختي. راه خاصك تجيبي فلاش ماشي العماره ديال فلاش ومحال وصافي تتهزي فيه. مالك انا عندي قرقاره هنا راه فم هذا خيتي كاينه. وبلاش انا باغا نهضر معاك. بغيتك تمشي وتعزلي معايا الكسوه اللي غادي نلبس وداكشي اللي غادي نلبس. ناري انا فرحانه انتي عارفه انا نتي عجبني. شوفي تبتي 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 الله رضا. هادشي راه ما كيبغيش الخفه. خاصك تكوني ثقيله وشي راجل ثقيله زعما كيبان بزاف. كيبانوش بزاف عاوتاني زدتي فيه. كيبانوش بزاف صافي. انا عندي واحد البلان. انا راه كنت شفت واحد البرودوي ديري لي بروموسيون كي صبغ سنان فين ما نشوفو صبغ سناني. ولكن كاين مشكل واحد. اما هو انه خصني لا ناكل لا نشرب. اون فوا ناكل ولا نشرب شي حاجه كيمشي. اه وكي غتولي تاكلي في الطواليط. لا ما ناكلش ما ناكلش. انا اش غندير بالماكله؟ واش انا كلت عييت انا غلاضيت ما عندي ما ندير بالماكله. انا عندي الخزينه ديال 100 عام قدام صافي. انا ما ناكل ما غنشرب غنشوفو ما صافي. صاحبتي بنهاس صافي عيقتي اختي. اسمو شنو من خاطر اختي اسمو حتى ما يمكنش هادشي اللي واقع اختي. خالتي الو بخير الحمد لله. شوف كلشي الامور قاديتها كلشي على احسن ما يرام. قاديت الامور قلت لك تدقيق. خاصك عاد تكون معايا على القرص ان شاء الله باذن الله. غتجي غتلقى كلشي مصايب ومقاد. انا قاديت كلشي قاديته والامور كلها مزيانه صافي. هذا هو الحل اللي لقيته مناسب. هادشي كنديرو فوق الطاقه ديالي. ما عندي ما ندير. المهم ديروا انتما داكشي اللي قلت لكم. داكشي اللي خاصنا نديروه هو اللي خاصو يدار. صاحبتي هانتي ها البرودوي اللي غادي نديرو. هادي راه واحد العيبه كتلصق في السنان. ايوا ما كتخليش يبقى يبان داكشي كامل. وفراسك دابا ما بقى ليه والو. غادي يجي راه قولي غدا ولا بعد غدا غادي يجي ان شاء الله. ايوا وهذا قال لك حتى هو كديري فوق منه. وهذا راه حتى هو بحال فاخر حتى هو كيدير فوق منه. وشريت هاد سنسوداين كيعاودو عليه زوين. دابا دخلنا عليك بالله. واش كدوي معايا من نيتك ولا كضحكي عليا؟ واش صاحبتي كنهضر معاك من نيتي. اه واش شي مصطي احنا بدينا سالب صافي. غنعاود نرجع لك ثاني النقطه الاولى. غنبدا نقول لك اسماء راه خاصك تكون انت ثقه في راسك. اسماء خاص بنادم الا بغاك غير بغيك كيف ما انت. واش غتبقاي تكذبي عليا وفي الاخر واحد النهار تفرشي؟ اسماء ما غاداش نتفرش.
هاد البرودوي راه عندي منه بزاف، غنبقى فين ما يكون جاي نديرو، فين ما يكون جاي نديرو باش غيعيق عليا. وزيدو حنا البنات كاملين راه كنغشو الدراري، كنغشوهم شويه الماكياج، كنغشوهم شويه الشعر، كنغشو راه كنغشو حنايا. ايوا زعما كنتو ما وقفتو غير في السنان، هما اللي ما خصناش نغشو فيهم، نغشو في كلشي الا السنان. اسمع عقلتي اش طراك في الاول؟ انا ما بغيتكش صاحبتي تعيشي نفس المعاناه وتتعلقي بشي واحد وفي الاخر يخليك وتاني تبقاي كتعاني. اسمع انت راك عزيزه عليا وانا باغا لك غير الخير. انتي راه انت راك عزيزه عليا وصاحبتي الوحيده اللي كنثق فيها، ولكن صاحبتي انا راه كنبغيه. انا راه عارفه كتبغيه، ولكن اصلا خاصو يشوفك على طبيعتك. اختي واش غتبقي تكذبي على راسك وتكذبي عليه؟ شحال واش شنو بغيتيني ندير؟ بغيتيني نضيعو من يدي؟ عرفتي الا مشات تضيع من يدي نقدر نحماق نتسطن نتحر ليكم طرا لي شي حاجه. انا تنبغيه، الله يستر، انا كنبغيه اختي. راه هادشي عنده الحل. وصافي دابا خلينا نجربوا هاد البرودوي ونشوفوا واش زوين ولا لا، ونشوف بعدا كينا راسي بسميتو بسنان جداد. بغيت نسولك الا هو لالا قالك بغات نخرج نتعشى انا وياك اونصومبل غير بجوج طيطاطيط ما يكون معنا حتى شي واحد، غتمشي تاني ديري داك البرودوي ملي بغيو ياكلك تقولي لا ما نقدرش ناكل؟ لا غندير راسي بالعاني كناكل ونقول لي راني مقهومه يلاه واكله وجايه، هو ما غاديش يحكر. اسمع كتخرقي، نسيتي اشتراك المره الاولى؟ واش بغيتي تعيشي نفس العذاب تعلقي بشي واحد تاني وفي الاخر بدي يقول لك فم الخانزه فم القادوس؟ صافي سكينه بلا ما تقلبي عليا المواجع وتفكريني في الماضي، اصلا هذاك ماشي راجل. وزيدون واخا نكتشفوا شي حاجه على شي حد ما خصناش نجرحوا بها، كون كان راجل كون بغاني كيما انا. وزيدون راه ولد عمتي غير صحاب لك بحالو، ماشي بحال ولد عمتي. ولد عمتي راه داير بحال شي ملك. ولد عمتي عرفتي شحال كنا كنلعبوا انا وياه في الصغر؟ راه ما يمكنش ديما الصغر كان كيقول لي غناخذك. واحد الحاجه قولي اختي، العيب ماشي فيك الضيف، العيب انك انت ما تقبليش على الديفو اللي فيك. وصافي صاحبتي راه انت عارفاني انا راه هاد السنان خلاوني نفقد الثقه في راسي، انا راه ما بقاش عندي الثقه في راسي بالمره. مالك اختي خاصك يد ولا رجل؟ راه سنينات ماشي شي حاجه. حمزه الله اي واحد كيبغي يهضر معايا اون فوا كنتلفت فيه ولا كنبتسم ليه كيمشي ويخليني، اما الا هضرت خلاص تيشدني فوق كيما انت دابا ما باغاش تبيني وكتدوري في وجهك ليا. طيب اختي شي حاجه نشرب قتلتيناها بالهضره. وصافي صاحبتي وصافي وصافي ماضي دير معايا الفخوذ يلا ماضي حلي نشقي عليك فوق عيني انا خامس غندير صاحبتي اي راه خاصك تلصق مزيان ها لا شقي صافي عامل شي صافي صافي شوفوا هادشي باغي يوصلنا معايا وصافي ما كمل شنو هادشي اللي دايره فمك؟ عمي هذا واحد البرودوي دابا لصقته ما لصقته ملي صاحبتي، ولكن شي شويه زعما كاينه غادي يوليو بيضين زعما، ولكن ما خاصني لا ناكل لا نشرب. تصومي؟ اه تصومي اللي تبقى دايره هان لاشقين لاشقين ولا عمرك عارفه ولد عمتي جا غدا وانا خاصني ضروري نبقى دايره البرودوي. لا ما تشوفي من اليوم من دابا ما ناكل ما غنشرب حيت لا كلش وشربت غيمشي. بقى جيعانه ونبقى جيعانه على خويا ولد عمتي. راه اللي باغيك 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 تكون لك كيما كنتي. راه هادشي لقيتيني كنقول لها ولكن هي ما كتسمعش، هي بالك عليا لاصقه يا خالتي انا ما درت والو انا بيتي لاجي. وامي والله وشابني بشناني مخجل وفمي خانزه انا بغالي. ياك بنيتي؟ ايه واش غنقول لك بنيتي؟ راه كنعاود نقول هذاك اللي باغيك باغيك. وزيدونا بنتي نتيا علاش مساعده في هادشي اللي كتقولي ليا؟ خالتي انا ما مساعداش، هي اللي بغات هي طلبت مساعدها. امي صافي امي الله يديك، راه انا كندير المستحيل نقبل ولد عمتي باش ياخذني، عندي خليني عاش نضمنو ويتزوج بيا وداكشي نبين ليه الحقيقه. واخا ملي تي دابا بنيتي باغا تخزني عليه هادشي كله، هي هما اللي تزوج بك وتبان الحقيقه؟ واش بان الحقيقه ديك الساعه؟ دقيقه ديك الساعه بدقيقه غيزرب لك غيرجعك لدارك. لا ما رجعنيش لديك الساعه، راه خليوني انا تنتزوج وديك الساعه يحل الله، انا تنفكرش من بعد كنفكر غير في هاد الوقيته. الزواج راه كتوضحي من الاول الصراحه. كتقولي لي هل اللي كاين هي هو كيشوف بعينه. بابا يا فمي خانز. بابا فمك ما خانز بنيتي. بابا فمي خانز شنو ندير كاع الحول ديال الدنيا والدنيا تجي كذا ما يتنمروا عليا في الزنقه وخانزت الفم وفم القادوس ومخزت السنان. بابا راه عيت بغيت انا ندير حل كاع البرودوي ديال الدنيا وانت يا امي ها انت يا امي ها كاع البرودوي ديال الدنيا ودي شريتهم ها ها ها. نقول لك واحد الكلمه جيتي طبيها عورتيها عرفتي كي وليتي دابا كتباني بحال دوك الفونتير وليتي كديرو الديمه راه دابا بحال باغا تطلع. لا امي راه ملي غدا نحيد غتشوف واحد الغزال توا ياك والماكله غتصخفي اما ولا فقتي امي وحوفي امي وحوفي وري عقلها ما بغيتش غندير ولا خليها تبقى تبعتي تشوف فين يوصلها انا غتسطينا اختي. سلام شنو
صاحبتك دابا انت درتي صاحبتي هي مشات وخلتني شكون اللي يدير لي دابا داكشي صاحبتك راه قالت لك الحقيقه بنيتي دابا هي غدا معايا جايه انا مشكلي ماشي قضيه فاش جاي ها هو جاي وغتشوفي وغيتشوفك وكلشي ولكن بنيتي بقاي على طبيعتك انا ما على طبيعتي انا ما داير والو انا شغال هادشي اللي درتي بنيتي ما مسلككش وا امي الله يهديك غير فاهمين شي امي الا ما دارش هادشي ولا ما دارش هاد الحاله راه ما غاديش ياخذني وما غيبغينيش بحال الدراري الاولين وغنولي ديك الساعه مضيعه ولد عمتي وانا كنبغي وما بغاش نضيعو امي انا على قبل ولد عمتي ندير المستحيل انا ما عنديش ثقه في راسي ما بنيتي راه خاصك تكون عندك الثقه في نفسك اللي بغاك على طبيعتك بغاك واللي ما بغاكش له يردو الف واحد يتمناك فينا ما هاد الالف امي فينا ما كنضحكوا على البنات بهاد الكلمه ديال الف واحد يتمناك نصيبك يجي كيجي فينا ماما هاد الالف ما كاين لا الف لا الفين كاين لقيتي شي واحد هي هذيك ما لقيتيش جزك المضربك الضوم واش بغيتي انا نمشي نبير غيوليو ديك الساعه الزرقاء ما يعيطوش ليا غير خانزه الفم خانزه القرقار مخزسنا ويزيدوا عليها حتى البيره وغيولي عندي كاع الالقاب ديال الدنيا والدين انا ماشي غير انت اللي مخزلك سنانك راه بزاف ديال الالوفات اللي مدخلين وكيتسناو وامي حيت انا هذاك اللي باغاه طويل وزوين وبوكوس لاباس عليه ما غيقبلش عليا بحال ما هكا دابا انا امي غليظه وكنا جات من الغرض غليظه ومخزه وكنا جات من الغرض غليظه ومخزه وفمها خانز وكنا جات غليظه ومخزه وفمها خانز غنولي زايدين ليا حتى البيره والغلطه لا الغلط تلقى هادي بحال راه غادي تضعفي وديري لاصال وتضعفي اما الفم بنيتي داك هو طبيعتك نهار يكونوا عندك الفلوس راه تبدليهم ولا ديري لهم شي تبييض ولا شي حاجه اما دابا بنتي من غيجي ولد عمتك باني لي على طبيعتك ملي غيجي ولد عمتي غندير هاد البرودوي وغنصبغ سناني وغنبن على مزيناتي والخنز غناكل عليه كلوريكس باش تعطيني الثقه في النفس ياك دابا هذا هو الحل ديالك وسير اختي ديري نظارك وعندك هادشي ما يسلككش ولكن انا بغيت نبك واحد النبيه راه في الاخر غتخرجي بالنتيجه خاسره واخا امي ياك انا اللي خاسر يا صافي سيري امي سيري قابلي ما كنتش كنبدا نعاوك والله الا مدام كي رياضه وي انا مالي مانيش انا ما نديرش برودمون وليش انا سناني بايضين بحال الناس اتابعني الله يستر لما ديرش دي وديرش علاش ما نديرش مالا بغوني باغيين يضحكوا فيا الدري شوفني ندير سناني مخزين وفم خان مع نجلس قدام عيطار مني ولد عمتي ايوا كي داير لاباس عليك تبارك الله وليتي منور وكبرتي وزيانيتي حسيتي تبارك الله كبرتي وزيانيتي الشعر في بلاصتو العوينات في بلاصتو السنينات في بلاصتو تبارك الله كيشعلو الضحكة في بلاصتها والله تبارك الله زيانيتي والله ايوا واش غادي نقول لك ما كاينش اللي ما كيقولش ليا تبارك الله سنيناتك واعرين في بلاصتهم ان شاء الله مع الوقت غادي نطلعك معايا الاوروبورت خدي من موديل ياك حيت خاطف عليك شي حاجة انت ولد عمتي في راسي عقلتي باش كنا كنلعبو عقلتي باش كنتي كتقول لي غنتزوج بيك ياك حسيت صراحة الصغور زعما كنا كنلعبو وانت في الكبر علاش لا لا كدير انت والله الا باخر الحمد لله كاين شي خدمة شي دراسة باقي هاد الساعة والله انا قريت وساليت قرايتي وكل شيء وجيت من الاوائل وكنت في عسبيات باقي ما جابش الله ولا تسن كامل ومخدمينوش اي انت تشوف هاد الزين كامل وهاد الابتسامه العريضه وهاد الزينات الزوينين الجوهر وهادشي كامل مخدمونيش الله يعطيهم العمر شحال هاد الابتسامه الجميله خاصك تخدمي في اكبر شركه في العالم ماشي غير في المغرب ايوا ها انت تشوف ولد عمتي ايوا ماشي مشكل شي انا كاع ما على بالي بالخدمه انا بغيت شي ولد الناس اللي صوني ويكون قريب ليا وقريبه ليه ونكونوا مفاهمين انا داكشي شوفي اقسم وانا السيد داكشي مع الوقت شوفي ربي وانا ربي مقاصب لي وكتب لي واحد السيد راه هو باقي ما فهمش شوف اوري ليا نمشي لعندو انا نخطب انا كنخطب اخطب لبنتك ما تخطب لولدك لا ان شاء الله راه داك اللي ما غادي كاع تتمحل وتمشي تخطب نقول غتجي تخطب ماشي غادي تمشي تخطب لا باش تعجبني تضحك ليا بالصغار انا غدا نوض نشوف ماما واش بجات الغدا ونجي صافي خذ راحتك تهضر لا صراحه خالتك ايوا صافي ماشي انا ولكن ماشي مشكل انا دايره عليه دوك اللمسات السحريه الاخيره الله يسخ صافي صافي يلا انا غادي نوض القضيه تفكرها كنت هضري على سنينك بزاف لا 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 يجبرك الله كنبغي نضحك وصافي صافي بغيت نسولك لا لا هو دابا كيعجبك سناني تبارك الله شوف انا بنقاد شعري
غادي نشوفها بسنانك ونقعد الله الا مسخر دمك خفيف والله الا من صغر وانت بحال ما كوميديا بحال الوالد الله يرحمه هذاك الشيء اللي كاين يا راسك انا غادي نوض صافي شوف راحتك الدار دارك كلشي دارك صافي راك انت راك انت فك 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 ولد عمتي وفك راجلي وفك خويا صاحبي وكلشي صافي يلا انا نايض خفك راجلي وفك ولد عمتي امي 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 قولي لي قولي لي شوفي شوف في شي حاجه ديري لي بحال هكا واش فيها شي ريحه خايبه شويه ما كاين والو صافي ولا مر عليا درت البرودوي ديال الدنيا ودين قولي ليها في شي ريحه خايبه امي الصراحه لا ما كاينش لا شوفي سناني كيف انا بيضين هضري بصوخر النهار صافي امي قولي لي عرفتي ملي جلست ولد عمتي وكيقول لي جيتي زوينه كبرتي سنانك زوينين كبرتي سنان قال لي انا بغيت نصايب شعري غادي نصايبو غير غادي بغيت نمشطو نمشطو في المرايه ديال الشدي سنان درتي سنانك شو صافي واحد البرودوي درتو شوفي ها سيري ما فيك والو سيري تبسي وحسني كوني رزينه شويه راك وليتي درتي بالك مع سنانك بزاف انتي مالكي انت امي شوفي شوفي هانت هو راه كاع ما عارفني راني صايبغهم كون عرفني راهم مصبوغين ويلا امي كون راه كاع ما شاف فيا وتي الريحه من قبيله وانا كنرش واحد البرودوي في سناني مشي الله هكا الريحه تبقى متعيشه تمي ودابا شحال قدك غتبقاي مزوقه بحال هكاك الغدا راه لا 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 امي لا اش غتحط الغدا اي لا 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 امي انا ما خصنيش ناكل عرفتي الا كليت انا راه صايبغه سناني الا كليتو غادي يمشي والسيد بالك عندنا ثاني ما غاتاكلش قدامه ما تاكلش معاه عرفتي شغل دير امي نتوما تغداو وانا قولي لي راه مشات لشي بلاصه ولا ما ولا ولا ما نتغداش ولا شي حاجه شي بلاصه هو كيشوفك ولا امي لا ولا امي راه ما خصنيش ناكل حيدنا اليوم غدا وما خصنيش ناكل الا كليت هذيك الصباغه غادا تمشي غيبانو سناني كحليل وراه اللي قلت لك قلت لك الزواق راه غيطير يطير صافي امي انا خصيتي الحل دابا ما كاين حتى شي حل امي سيري عنده وحطي لي الغدا تغدي انت وياه بخير وعلى خير انا راه ما خصنيش ناكل راه انا مشيت تاكليت راه قالت لي البنت اللي بعثوا لي راه لا مشيت تاكليت ولا شربت غير الماء غير الماء غير شويه راه كيمشي وملي غطيحي تغيبي اش نقول لي كيفاش طحي تغيبي بالجوع وبالعطش وبكل شيء اللي فيك انت امي هو غيمشي دابا في العشيه لدارهم وانا غادا ناكل حتى هذا نظر خصي حيدي لي امي امي هضري معايا نهضر معاك خسر الحل ما عندكش شتي اختي قاده بشغل صافي عرفتي اش غادي ديري انت حطي ليه الغدا وانايا راني غادي نقول لي المهم غنكذب عليه شي كذبه ولا شي ما مسلككش ولا غادي ندير راسي غنجلس كناكل صافي وهو ما غاديش يشوف لي ما غيردش معايا البال غنت هي اللي راده معايا البال انا صافي تعرفهم امورك ما مسلكش هذا الموضوع اللي انت غاده فيه الله على رويح الله دري حتبغي تشريها بالفلوس سمو ما تلقاهاش ياك وليدي الحرام من الماكله شبابك وليدي بنين بنين اصنع بسم الله لا كول انا دايره الريجيم ودابا نتقلق انا اول مره ناكل معاكم ما تاكليش لا لا راه دايره الريجيم كنعيا فيها كنقولها خذي تاكلي وما كتبغيش كلشي دابا انا زدت واحد شويه الوزن هو ماشي شويه بيني وبين راك عارف شوف شوف الكرشات عندي وداك الشيء فهمتي وانا متبع من واحد الطبيبه ديال التغذيه هي اللي قالت لي ما تاكليش هاد الشيء عطاني ما كليتي كناكلها راسي هانتي كولي غير هاد المره ومن بعد كملي الريجيم ديالك وعرفتي شنو راه الا كنتي نتايا بحال انا اللي كليت كول 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 انا ما عدوش ليا الدغمه الا اسماء ما كلاتش لا 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 ما بقاش الصوك شكون وكلك وسفيان انا ما بغيتش نخسر لك خاطرك ولكن انا هانت هانت غنسمع داكشي راه فوق الطاقه ديالي عرفتي شنو راه الا كليتي غير دغمه ديال الخبز غتعاق بيا الطبيب وغدير لي حال داكشي علاش غير كلوا بالصحه والراحه انا راه عندي ماكلتي في الكوزينه دابا نوض نطيب كطيب لي ماما داكشي ديال المبخره وداكشي على قبل الشحمه والي اول مره كنشوف شي ريجيم داير بحال ماك انتي ديري قضيه اسم كولي معايا وعدوز واحد شويه نديرو القيلوله ونمشيو نجريو والطبيبه عندها باش صحيح لا لا وليدي عخليها عرفتي هي حيت فيها الكوليسترول راه الطبيبه مانعه عليها ليدان بالمره حيت الا بززت عليها وكلات غادا ترد بصح امي عندها الحق الا بززت عليا وكليت غادي 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 نرد بلاتي هذا راه وزن سلوق ما فيها ما فيها الكوليسترول ما كليتش من ما كليتش من هم لا ما تاكليش ولا قولي انت هذا واش نتقلق هم نوجد كلشي نتايا كليتو انايا قول شكون ما كتاكلش انا تدير على قبلك
شي نقول لك واحد الحاجه. انا واحد المره كنت مرت واحد واحد المرضى الله يستر الله يصلح فيه، كنت مرت واحد المرضى خايبه وكلشي بسبب هاد الماكله اللي ما كناكلش. راك عارف انا دابا مانعي الدجاج ليده من الروز كلشي. انا اش كناكل؟ انا كناكل غير مطيشه وقزو والخيار صافي. شي اللي كناكل شي انا باش غادي ندير؟ اه ما غناكلش ناكل معاك الريجيم ديالك. لا غادي تاكل ويلي زيد 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 ما يقدش يدوز ليا عليا بليمين وانا متقلق عليك. وناكل معاك الريجيم ديالك. شنو دايره هي في الريجيم؟ شنو كدير؟ ياه شي حد كيصوني يلاه تغدا وانا غادي نمشي نشوف هادي. ما يكون غير صاحبتي ولا شي حد. ملي غتجي غتاكلي معاه. اه صافي شوف غير نجي واخا بسلامة انا جايه. عرفتي بحال هاد الماكلة عندنا في اوروبا؟ اه وليدي كنضرب عليه 100 كيلومتر باش ناكل الدجاج محمد. ودابا ما حدك هاد الكونجي هاد الايام عندك الفاكونس كل نهار ندير لك الدجاج والفليت. نمشي من مدريد حتى الماربيه باش ناكل الدجاج. الله على وليدي محل محل في مجلس الدار ياك. صافي وليدي وما تصبتيش قريب لينا. جيت نسول صاحبتي جات نطمن على الكليبه ديالي. اضرب شويه راه السيد جا. ريحه الماكله ريحه الماكله. اه سكتي على فضيحتي فضيحه. راه من الصباح ملي حطيت ماما الغداوة باك عليا. كولي 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 كولي. شوف بعداك سناني كي جاوك. واو كيبانو بيضين كيبانو بيضين. راني خاصها بغاهم. ودابا هي من قبيله وهو كيقول لي كولي 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 كولي. وانا قلت لي راني دايره الريجيم كتخدم تفضح على بونج. انا راه كليت ولا شربت راه غيرجع سناني خامس وغيولي فمي سناني كحليل. ها علاش كنت كنهضر معاك النهار الاول وكنت كنقول لك اسمع خاصك تقبل راسك كيف ما انتي. ما تعيب العيب ديالك بينيه ولكن كيبغيك راه غيبغيك كيف ما انتي. ها انت وحالتي دابا يلاه شكون اللي غيفكك؟ ناري سكتي كتهضري بجد صاحبتي. دابا حصلنا هادشي دابا هو انا مجبها ومصنطحه فهمتي. وانا من قبل وانا كنقول لي الزواج 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 راه باين ليا بحال شويه رطاب فهمتي. دابا عرفتي شنو انا راني خايفه اختي خايفه خايفه غير نمشي نحصل وداع من بين يدي الراجل ولا تيتي لحبل الملوك. اختي انا قلبي طيبتي علاش ما نقول لك علاش ما نفيقك علاش ما نقول لك اسمع واسمع باني على طبيعتك وانت مخبيه لا غيبغيني لا ما بغانيش لا هادي. واش شتي المصيبه الكبيره ملي غنمشي شي تزوج وبغى يشوف هاد الشو هادي اللي دايره هادي ما فكرتيش فيها؟ لا زيدي خوتي خوتي حسن من هكا خوتي خليتي يسبك ويخرج عندنا واقيلا انا اللي صاحبتك وما بقيتيش تتسوق عليا في طريقه. وزيدي انتيش عارفه راه الرجال كيبغيو المظهر راه يكذب عليك الكذب داك الشيء ديال حقه يبغي كيما انتي ويبغي الداخل ديالك البيض ويبغي هادي داكشي كاع ما كاين. وزيدو دابا هنا حنا ماشي هو هذا موضوعنا. حنا دابا ما نساليش لهاد الهضره. المشكل هو دابا انا الا رجعت لتما كاين غيبقاو يقول لي كولي كولي كولي. انا ما نقدرش ندير السبب ديالي ولا ديري شي حاجه. انا راني قالت لي اصلا قلت لها انا دايره الريجيم ما كناكلش واش فهمتي. ولكن قال لي ايوا مالك دايره الريجيم خديها شويه الدجاج. انا ما باغاش ناكل السيدي هو حقا عليا. زيدي 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 خليني نوري لك بعدا عرفتي كي داير. اه يا من الجمال مش خايفه على تفطمتك. ودابا كنهضر معاك صاحبتي قلت لك فن وزوين وبوكوس وتشيتشيس. يلا نشوف هاد البوكوس. هو هذا هو هذا بلحمو بشحمو واعر يا اختي. شوفي على مزيان زوين وبوكوس يا اختي. كيف زوين وبوكوس جمعي راسك نقول لك هو شي تشوف عطيات يا اختي. شوفي الطوله والجريده وشوفي اللحيه عرفتي معنا دايره بحال شي قمل كيعجبني نسرح في اللحيه. زوين زيدي هنا زيدي هنا زيدي هنا. لا لا تيا شي شكون شي من قبله وتقولي لي زوين بوغوس ويلي ما تفهمينيش غلط زعما شي شنو بعديتك اصلا فين شريت شي عينك حوالو. انا راه اختي راه كيقول لك ما كاينه ثقه في الصحابات يا اختي. ايوا زويني قولي لي بعدا ما اختيش هاد البرودويت. انا عندي شويه سنين شويه اه ما بقاش دابا الثقه في النفس وهادي وهادي. لا الثقه في النفس غير ما عجبوني سنينات كيبانو كيحمو. ايوا صافي دابا نوريك اختي تشوف عند واحد السيده عرفتي كتبيع لي برودوي واعرين ما نعاودش لك وكتبيعهم بثمن مناسب. الا مشينا عندها انا وياك راه غادي تقضي معنا الغاره. فين عندها عافاك وصافي الشك دغيا تغدي. سلام ولد عمتي مالك فين غادي؟ بس لك على الطواليت. الطواليت راه هي كاينه لهي. جاي الوجع. ما عرفتيناش بهاد الزويونه شكون؟ هذه صاحبتي. تبارك الله انت صحاباتك زوينات معاك سفيان. بخير. شنو سميتك؟ سميتي سكينه وانت؟ انت سميتي زوينه. زوينه. ها ولد عمتي الطواليت راه هي كاينه لهي متشرفين. متشرفين ولد عمتي. لهي. لهي.
تجمعي راسك معايا تشكشي وتدلل وليك ما غنروح المحل والسيد سلم عليه واش ما سلمش عليه ما غاديش لي السلام فاش ما تردش لي السلام واش بغيتي نحيد لك حلقه لا بلاصتو ويلي 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 ما سلمش عليه واش مشي فحالي لا ما تمشيش بحالك ولكن جلسي وسكتي ما تبقيش ها سكتي اللي حليتي عينك في كلشي دليتي كلك دليتي شنو مسكين سلم عليا من الصبح خاصني نجاوب وخاصني نسلم عليه سكينه ايوا جمعي راسك معايا وزيري معايا الصمت راك بحال بديتي بديك تبالي ليا داكشي بدا كيخرج على السيطره ما عرفتش علاش انا الوجع جاك الوجع الوجع ديال الفرح كرشي زيدي 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 سكينه زيدي قدامي شت الجمال شت الاناقه هذاك الشيء غادي هو هو انت كتشوفي على عينك ما خاص يكون حتى شي حاجه غالطه لا 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 خاص يكون كلشي على حقه وطريقه ونعرفوا كيفاش نخدموا ونعرفوا كيفاش نوجدوا وكيفاش راك بلا ما نقول لك الامور هي هذه كتساعه بساعه اخرى الحمد لله الله يخرج هذا الشيء بخير وعلى خير ربي امين كنتمنى يكون على خير واش ما بقاش كتسوق ليا ويلي راه صاحبتك عزيزه عليك ويلي لا لا بقى فيا الحال علاش شخصي كانت تعيط ليا بالليل وبالنهار والتليفون ما يطفاش انا ويا الميساجات والتصاور ولا اي حاجه تشريها توريها دابا عدريها راه كاين الزيد دابا راه مشطونه شوفي ملي غادي تسالي لك في الاخر غادي تبقاي انت ويا الراس في الراس انا مالي ماشي هابطه تسالي ليا ويا وقت ما بغات وتبغيني وقت ما بغات وقدريها وقدرتي هي مابقاتش كتقدرني شادين فيا النميمه وانا ما فراسيش ولا شنو لا حاشا حاشا بنادم كاع ما بقى مسوق لينا ولا عاجبين حنا ايوا صافي بنادم ما بقيناش مسوقين ياك ما اختي بغيتيني نديرك بسطام في جيبي ياك اسمع هادشي ما تزاد لك والو اش تزاد لك هاد الحاله يا اختي مشيتي وليتي من نهار شفتي ولد عمتي وبديتي بحال كتقرصي بحال بديتي كتبدلي عليا بحال بديتي شي وحده اخرى بحال ما كنعرفهاش كنضحك معاها صحابات راه كيعاونوا صحابات وهما كيوقفوا مع صحابات وماشي كيغيروا ياك اختي انا اللي كنخلي دارنا كنت مجيه عندك بحال عواطي تابعك بحال برتقاله المره في المغادي انا درت كامل وراك ومالك اختي قلتي الصحبه راه هذه هي الصحبه علاه ما درتيش معايا بحال هكا باش غتسمعي راكي صاحبتي هذه هي الصحبه تخرجي فيها عينك وتحطي فيا اللي ما يتقالش ايوا انت ما تبقايش تهضري مع تهضري فيا مع امي هو يصلي على النبي تما ما كندوش ود حاله ها ويلي راكم صحابي نقول لك النية قالتني راه ما كتلاقاوش شام واش كدير ليا دابا حتى جا ولد عمتي عاد بغات تنوض ليا الصداع لا 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 هو ولد عمتي كاين جالس في البيت الاخر وانت بركه كتخوتي وباغا نديروا المشاكل بالعاني انت وياها هكا فمي شو هكا فمي اسمع اش تزيد عليك اش تزيد عليك ها دورتوني دابا دورتوني ايوا بلاتي تيمشي ولد عمتي وديك الساعه نحيدها الصباغه من فمي ونحيدها الريحه الزوينه وندير لكم ان شاء الله تعلموا الله يا بنيتي الله مالك الله يا بنتي الله عاونينا وحنا اللي هزين لك بهبالك يا الهبيله والله كون ما كنا حنا كون حريتك حريره ما كيخشي اش درتي ليا كل برودوي انا اللي مشيت قلبت عليه وانا اللي مشيت جبتو صباغت فمي سكتو شوفي سكتو من هاد المره عرفت في الدار اللي كتسالي على وجهي انا على وجهي انا وتقدري ياك ديما كتقولي وما كديريهاش حيت عزيزه عليا هادي عزيزه عليا انت عزيزه عليا هي انا وصلت منكم اختي سمحوا لي خليني ندوز انتم راه ما تقاداوش نخرج انايا عاد غتحابوا واش نقول لك بعدا كاينا من قبيله وانتم كتوشوشوا واش كنتو كتقولوا كيجبدوك بالخير واش حنا غنبغيو لك شي حاجه ديال الشر لا انا فيما كنشوفكم فيما نطلع لكم ونشوف غير نلقاكم واش 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 غتشوفوني عزيزه عليا قالت لي انا راه عزيزه عليا الدريه تصطات اجي نقول لك متاكده من فراسك متاكده ما كاينش شي حاجه زعما مخبين عليا حيت بنت وليد الايام واش 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 واخا بغيت نسولك انا هذه مال مرتك باك زعما راه امك هذه واش غتبغيك شي حاجه خايبه لا ولكن امي حاسه بحال مخبين عليا شي حاجه خشي بنتك تصطات انا غنمشي نعطيك تسعه ونخليك بوحدك زوينه رجليتي هنا ما كانت الاسلوب كتهضري بيه شتي ملي كتحصلوا كتسلتوا سلتي حتى انت سلتي شوفي نقول لك واحد الكلمه ما كتعامليش معايا لا معايا لا معاها وزيدي دابا راه ولد عمتي باغي يمشي في حاله سيري كتهضري على ولد عمتك بقيت تصادم حاجه اخرى امي دابا انا بغيت غير نسولك شنو ولاد نيتي دابا واش الناس كيتبغاو على الشكل ديالهم ولا على المظهر ديالهم ولا على القلب ديالهم لا لا بنيتي الناس كيتبغاو على الاخلاق ديالهم وعلى الجوهر ديالهم والزين الذي الفعل وكان بنيتي كل واحد كيصنع راسو كره وهلي كل واحد كيفاش دار شكله وملي دابا هما الناس كيتبغاو على القلب ديالهم وعلى الجوهر ديالهم واخلاقهم علاش انا حتى شي واحد ما كيبغيني كيبغاك والديك بنيتي اللي بغاك بغاك واللي ما بغاكش على خاطره شوفي بنيتي ما تعمريش راسك بهذا الشيء عمرتي راسك بهذا الشيء غادي تمرضي امي انا حتى شي واحد ما كيبغيني واش غير على قبل الديفو الصغير اللي فيا نبقى نتعرض للتنمر وتا واحد ما يبغيني وما يبغيوش يخدموني واش لهاد الدرجه الانسان قلبه خايب لا بنيتي باقي ما كتسالش المكتوب كاين واحد النوع ديال الناس اللي ما كيفكروش في المظهر
وكاين واحد الشكل واحد الفئه كتفكر في المظهر. لا لا امي، الناس ولاو كيشوفوا كلشي غير بالمظاهر ولا على المظهر ديالك كتسوى. كنتي لابس مزيان ومقاد ومصيب راك معاهم، كنتي مبهدل ما يشوفوش فوق، والناس ولاو كيقيموا الناس على قبل الشكل ديالهم. بحالي انا اللي كيشوفني كنعجبو، وملي كنحل فمي وكنضحك ولا كنهضر صافي كيهربوا وكيخليوني. شوف بنيتي، كنعاود نقولها لك، ما ديريش راسك في بنادم، بنادم راه ما يعجبهمش العجب. كنتي زوينه ما تعجبيهمش، كنتي خايبه ما تعجبيهمش، اللي درتيها ما كتعجبهمش. لا لا امي، الناس اللي بحالنا في هذا المجتمع محقورين بزاف، وكنكون غير دايزه كيبقاو يغوتوا عليا وفم القادوس وفم القرقاره هذو في الدرب خلاص. اما ملي كنلوح شي تصويره ديالي في الانستغرام كلشي كيبقى يتنمر عليا في لي كومونتير، اللي يقول لي اسنان القرقاره، اللي يقول لي اسنان دراكيلا، اللي يقول لي طرد الزبل، اللي يقول لي كل واحد وشنو كيقول لي. يا امي اسمع بنيتي، بغيت نقول لك انا امك الا بقيتي دايره في راسك في هذا الشيء راه غاتصح حماقي وغادا تعقدي وغادا تلوحي حوايجك في الزنقه وتولي ضيعه. امي هضره الناس راها كتجرح وكتضر، هادوك اللي كيتنمروا راه ملي كتقول لواحد شي كلمه وكتمشي تنعس راه كتبقى تهبط تنزل ليه في حياته، راه كتفقدوا الثقه في راسو. ملي انت كتضحك بديك الكلمه وكتنمر عليه بها وكتمشي وما كيانبكش ضميرك، واحد اخر راه ما كينعش بسبب ديك الكلمه اللي قلتيها ليه. راه ملي كتقول ليه كلمه باش انت تضحك وتفوج على راسك وتضره هو وتجرحه هو، هو راه بحال كتفرقع في قنبوله لداخل، راه ما كيراعيوش لينا، راه كيبقاو يتنمروا علينا. راه حشومه هادشي، الانسان يحس بخوه حشومه. قال واحد تقول ليه شي حاجه اصلا هي ضاره ومعقده وهو ديفو فيه، وزيد انت تحك لي على الضبره. ايوا نقول لك بنيتي، راه كاين واحد النوع اللي كيقول الهضره راه هو اصلا مريض، وكيقول لك الفم اللي يقول الزمر يقول التسمر، عطيك كلمه زوينه لذاك الانسان اللي كيما قلتي غادي تجرحيه، اللهم ولا سكت كاع ما تقولش ليه. اما الناس اللي كيهتموا بالمظاهر هذيك حاله اخرى، اصلا امي المظاهر خداعه. دابا انا من هادشي كامل انا ما بغاش نخسر ولد عمتي، انا باغا ندير المستحيل هنا. ما بغيتيش تخسري ولد عمتك، خلي تبني على حقيقتك، تبني على طبيعتك. لا امي ما نقدرش امي نبان لي بسناني بحال ما هكا. غلطتي فيا. لا امي ما نقدرش، ويلي سقطتي. كنهضروا هي كنهضروا، ولكن امي راه تيا ما تقوليش لي باني لي بحال ما هكا، راه كلشي تنبان لي بحال ما هكا. المظاهر خداعه. وخداعه ولا ماشي خداعه امي؟ انا شافني النهار الاول زوينه خصو يبقى يشوفني دائما زوينه، ماشي اها بنت لي البارح زوينه غدا نبان لي خايبه، اذا انا كذابه نصابه غشاشه. وتباني على حقيقتك. غنولي نفيق قبل منو نصبغ سناني. ياك اختي شحال قدك؟ انا مسالياش هذاك هي خدمتي، انا قابله حالتي وراسي ووجهي. واحد النهار نسيتي ولا طارق الزواق ما غاديش ننسى، نكون ننسى كلشي الا هادشي. واختي راه خاصك تباتي سهرانه وتباتي واقفه وتضلي واقفه على فمك، وخليني بعدا كمي تنضمنو ونديرو العقد، وديك الساعه راني نقول لي الحقيقه. ديك الساعه ما عنده ما يدير، وملي ديري العقد وطير الزواق وهرب وخليك. لا امي ما كاينش هذا الشيء، وانا غتكون انا امي كديري لي الاحباط ناري، الطاقه السلبيه كدور يا ربي، الطاقه السلبيه كدور. ما عرفتيش واحد القضيه، كنهضروا على فمك اكثر ما كنهضروا على الحياه. وراه فمي هو اللي داير عليه الفيلم. ياك اختي ايوا بقيتي تهضري على فمك، شاش غديري؟ نقول لك علاش ما تمشي تحيدي وتهني راسك وتركبي امي باش نركبو مشي عند صوفيا طالوني. صوفيا طالوني انا غنطق واحد الحل حسن من صوفيا طالوني. عافاك امي، علاش ما تمشي تحيديهم وركبي فمك تاعك رخيص. انا انا بقيت بحال خلا، بقيت خلا. وليتي باقا مقلقه من اسماء؟ اش غادي نقول لك اخاتي، انا دايره غير على وجه الطعام اللي تشاركنا وداك الشيء اللي جا معايا انا وياك. ولي بنيتي سكتي، هاد الهضره ما خصكش تحاولي تجبديها بنيتي، داك الموضوع كيبقى بيني وبينك. ورايا من عند الشيطان، ما دارش بوجه جارة، ما دارش بوجه صحبة، غير نكرتني. شوفي شوفي العام ستريسي ومبرصة هاد الأيام، وتتيا ما تتحكرش عليها. الساعة لله ها؟ الأمور غادا مزيانة هاد الساعة، ولكن أنا خايفة. أخاتي تتيا خاصك تعرفي أشنو كديري، علاش غتخافي؟ حنا ما كنديرو حتى شي حاجة ماشي هي. وهذا الموضوع بنيتي كيطمأن عليه الواحد، راه ما يمكنش بنيتي راه دارت واحد الموضوع كبير. شو بنيتي في الآخر شنو النتيجه ديال هادشي؟ خليها راه ما عارفاش اش كدير، راه اسماء راسها قاصح، واخا كنبغي نشرح لها ما كتبغيش تشعليها. سكتي سكتي دابا تسمعك سالي تقعد ملاقاتي وياها. شي تليفون كيفيبري. عاد تليفوني
ما علينا. شوفي انا نعاود نقول لك خليه صوني. شوف اخاتي خاصك ترضي بالحقيقه ديال بنتك، شي اسماء ما عمرها غتبدل واخا ما عرف شنو نديرو معاها. ولا لا ثاني ما تحكمش على هاد الحد، ما تكونيش نسيتي هي قاصحه، راه واخا قلبها ابيض وزيدون راه صاحبتك واختك ماشي كاع صاحبتك. علاش وخلي التليفون كيصوني؟ ها التليفون اسمحي لي كون كان قلبها ابيض فهمت. تفضل عليا دري. اسمع ليكي واقفه هنايا كيفاش ماني واقفه هنا؟ واقفه كندير عرض الازياء وصاحبتك كيناتي متكبره عليها حشومه بنيتي. ماشي شغلي ماشي صاحبتي هذيك، هذيك مني ولات كتغير مني وحاسداني حاسداني على قبل الراجل، ما عندي ما ندير بها صراحه. هضري وتلفتي ليه وصافي امي عاوتاني انا باقا ما باقا ما درتش لهم هذاك العيبات. شوفي سيري عند صاحبتك هضري معاها ولا ما نمشيش. ما كاينش تزاد عليك. تزاد عليا هو تزاد عليا ود عمتي كيهضر معايا في التليفون وكانت ميساجة انا وياه. ايوا موت يا العدام. شتي دابا كتولي كتسمعني عليها؟ كنمعني عليها ما كتمعني عليا اصلا. فما تهزني تقول لي حقا سنانك هذه صافي خليها تمشي تبعد مني. ناري مريتي فمي حاسد صافي امي ما كاينش اللي مرضني قدك صافي. مليتي عارفاني ما كتقديش تصبري لي ما تجيش تهضري معايا. الله يرضي عليك بنتي. صاحبتك راه كتقول لك انت عزيزه عليها ولكن كتقصرتي مع الهضره. حتى دابا ملي كاينه عندنا في دارنا وسيري عندها وعطيها وقت على الاقل كتبقى صاحبتك في الاخر. كون كانت كتعرف بحق الصحبه كاع ما تدور فيا. هي شافت الراجل وعينيها حوالو بحال الله يستر عمرها شافت شي راجل. نقول لك واحد الكلمه بنتي، راه انت اللي تقلبتي وانت اللي تبدلتي ما شتيش راسك وراه انت اللي تقلبتي. يلا يلا اذا بايتها الارواح الشريره. يخ حاسديني على داك الراجل بقى تما ضمنيه. وهي المعفر تعفر بشويه ما فهمش بنادم ولا كيتسارى ليا في داري بحال تقول سبحان الله العظيم واخد راحته. انا جايه عند خالتي ما عنديش عند النفس ما عنديش النفس نسعد هاد الرابور. نفس في البوطه مزيان. ودابا شنو باش كتشوفي فيا؟ نحس حتى انا مني نحبك انا غنحبك ليا واخا كتغري مني. اوي واش كاين شي وحده كتغير من خاتها واش انت حمقى؟ انا مالك راه تتزوجي وديري وليداتك ونفرحوا بيك زعما كمشيش الراجل انت تقلبي عليا. وي هذيك اسماء دابا انت كتاخذي الفكره غالطه. انا بالعكس قلبي صافي من جهته. وهي الا عاونتيني باش ياخذني ونتزوج بيه خاصك كاع البرودويات ديال الدنيا والدين تجيبهم لي باش نديرهم السنين. انت واش باقا كتثق في برودويات كاملين؟ انت اللي لقيتي الدراري كماشك ولا لقيتي الدراري وجهك راه خاصك تعرفي اشنو ديري. دابا شوفي هذاك البرودوي السحري راه هو اللي دار ليا فرق اختي. كان سبق بي سنيناتي كيشوفني كيبقى يقول لي غدا غدا العيد صباح العيد غدا العيد صباح العيد غدا العيد. نقول لك اختي اسمع اذا كان هذا هو اللي غيفرحك وغيخليك تعيشي مرتاحه يا ربي انا كنطلبوا لك بالنهار وبالليل. زعماك وصافي بلا ما تعصب هذه المره الا مشيتي ما نبقاش نرجع. ما كي كتغاوتي عليا عاوتاني اش كاين؟ طلعتي مشي في حالي واقيلا انا كاع صافي. اجي 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 ما كنسخش بك. هاد الايام فاش كنا مخاصمين راه قديما نضرب عليك طليله في الانستغرام وانت كتقلي لي السم وتلحي عليا ستوريات زعما كتمعني عليا فيهم صحابك. انا ما كنفهمكش علاش اختي غنمعني عليك؟ اش بيني وبينك انا ما كنكرش العشره ما كنكرش الطعام ما كنكرش الملح صحابين بحالك قلبتي عليا. انا اللي قلبت عليك ولا انت اللي قلبتي عليا؟ وصافي حتى دابا ما طرات حتى شي حاجه حنا راه صحابات نمشيو نخرجوا شي خريجه. فين تخرجي ياك هو ما كاينش؟ وراه هو مشى لدارو ما بغاش يسكن معايا. راه عرفتي مشى لدارو وإلا جا وما لقاكش خاصك تكوني متبته. لا لا هو راه هضر معايا وقال لي حتى الغدا عاد غادي يجي. واخا شنو بغيتي ليا؟ بغيت هذاك تجيبي لنا داك الطاكوس. انا نمشي نجيبو لك بركي الله. داك فلوس ولا من عندي؟ يا ودي فين عمرك عطيتيني؟ بابا صافي راه كنقول لك قيدي عليا ما كتبغيش تمني عليا في الطاكوس. تشهيت الصراحة هذاك الطاكوس يكون عامر في الفرماج معلك ومفلك. قاتلاني غير كرشي دي فينا هي واخا تكوني مشيتي انت تصايبي انت طيبي الطاكوس. هادي سخرناها 10 سنين باش تجيب السخره. الولده ما باشك واحد الدري لابسه الموف ما باشك؟ ها دريه لابسه الموف صافي اخويا سي الله يسهل عليك. ايوا على سلامتي اختي ملي جاوبتيني على سلامتي خاصني واقيلا نعيط لاسيستونت ديالك هي الاولى باش يلاه يدوزوك ليا. انت فينك اصاحبي؟
خدمتي هذا النهار ساعتين باش خرجتي على قبل طاكوس واختي لقيتي عامر جي دابا فينك قربتي طالعه متاكده قربتي يلا سير انا كنتسنى صافي صاحبتي راه ضرني الجوع يلا صاحبتي سربي وانا نص النهار كاع الدرب كله سولت على وحده لابسه الموف يلا سير الله يعاونك سلام عليك يا ويلي سكينه وصلتي دغيا فداك الساعه قولي لي راني كاينه طالعه في الدروج والله ما سخك ما كتحشمني خالتي 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 اسمع 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 خالتي